هنبتدي مع حضراتكم بالاخبار اللي معانا. امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مركز البيانات والحوسبه السحابيه، وقال انه شكل واداء عمل الحكومه هيتغير بعد انشاء المراكز. امبارح ايضا شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسه الافتتاحيه للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي اللي انطلقت فعالياته بالعاصمه السعوديه الرياض. شهدت الجلسه الافتتاحيه حضور مكثف من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين المشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات الجديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي للدولة. كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في صورة تذكارية عقب جولة تفقدية داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية. امبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه في ظل إنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية وغيرها يتغير شكل وحجم وسرعة العمل في الحكومة، وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود الدولة في دعم الوظائف التكنولوجية الحديثة اللي بتوفر أموال طائلة، وقال الرئيس في دول عندها عدد سكان بسيط جداً لا يتعدى الملايين بعدد أصابع اليدين، وبيعمل في المستوى الثالث من الوظائف التكنولوجية الحديثة أكثر من 500,000 شخص، وكل واحد بيعمل 100,000 دولار يعني 70 مليار دولار. ده عقل، لا عاوز مصنع ولا حاجة خالص، ده عاوز دماغ وحاسب. امبارح شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي اللي انطلقت فعالياته بالعاصمة السعودية الرياض. شهدت الجلسة الافتتاحية اللي عقدت بعنوان رؤية جديدة للتنمية العالمية حضور مكثف من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين المشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين كافة حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وبيأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين الحدود الاستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار، والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن.